اهلا وسهلا، مساء الخير جميعا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في انتظار استاذ ياسر عشان نبدا موضوعنا اليوم اللي هو اقمشه الاطفال ان شاء الله. النت يقطع عندي ولا عندكم؟ مساء النور. ان شاء الله. شكرا وانتو الاجمل. وعليكم السلام وبركاته. تمام، كويس، شكرا أستاذ يوسف. طيب، نحن بس الآن في انتظار أستاذ ياسر. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا. يسعد لي مساك ست أبرار، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله تمام. مساء الخير عليك ومساء الخير على كل متابعين الكرام ومتابعين حضرتك الكرام. أهلا فيكم جميعا. اليوم موضوعنا مختلف بعد غياب وتكمل برنامجنا إن شاء الله. يتمنى يكون الموضوع شيق ويكون موضوع كمان يهم الكثير من المصممات. موضوعنا أقمشة ملابس الأطفال. صحيح. يمكن أستاذ ياسر الموضوع هذا ما يتكلموا فيه كثير ناس أو ما يتطرقوا له أصلاً، فحلو نحن تطرقنا له اليوم. أكيد طبعاً، أشكرك أنا على إتاحة لنا هذه الفرصة، مجموعة حلقات شهرية نعملها بالتعاون مع حضرتك. كل شهر بنغطي نوع من أنواع الأقمشة، وأقمشة الأطفال تكاد تكون مهملة. التركيز إذا تحسين إذا تشوفين التركيز دائماً مصممات اللي يردون يفتحون براندات جديدة، عباية، أكتيف وير، فستان، جلابية، دريس، تنانير، كاجوال، قليل تشوفين حد بيفتح براند مخصص للأطفال. مع العلم، هو بزنس كبير يعني، والماركات الكبيرة توجهت عليه بقوة، وبالعكس لذلك أنا سعيد إنه بحلقة اليوم نسلط الضوء على بعض الأقمشة. أكيد، ونحن أسعد. واليوم كمان في نفس وقت حوارنا حنرسم تصميم للأطفال من أقمشة شركة ياسر ومياسة اللي هو هذه الخامة، إن شاء الله حنطبقها كتصميم بإذن الله. إن شاء الله. طيب أستاذ ياسر، كذا أثناء ما نحن قاعدين نرسم نبغى نشوف إيش أفضل أنواع أقمشة للأطفال من سن تقريبا 6 إلى 9 سنوات، هذا السن اللي يحتاج حتى هو حيبدأ يختار أقمشته بنفسه ويكون له يعني دور في اختيار ملابسه. صحيح طبعا. اليوم اليوم اطفال 6 ل 9 مش زي زمان 6 ل 9، اليوم غير شكل يعني، كلتنا عندنا اولاد، واذا نشوف الجيل الجديد كيف طالع اليوم شخصيته غير عن ما قبل. كان الاهالي هم يقيدون اطفالهم وخلاص يشترون لهم اللي يعجبهم. اليوم مع السوشيال ميديا واليوتيوب والاشياء، الاطفال او البنوتات لا، في شيء معين تريد تلبسه يعني، بيصير انسبيريشن معين بيدخل بالهم. ايه، فغير عن قبل. راح نعرض شويه اقمشه اليوم، هم ما يتحكموا. ايه، فراح نعرض اليوم شويه اقمشه بهذا العمر السني اللي ذكرتيه حضرتك. اذا نتكلم عن ملابس عاديه فالاقطان هي المسيطره. بعض البراندات دخلت الدانتيل. بالعاده ما يحبون الاقمشه اللي كثير واقفه، والاقمشه اللي فيها برنتات او ديزاينات كثير كبيره ما تلائم حجم الطفل يعني، الناس تبتعد عن هذه. صح. اي تحبين نبدا في الاقمشه ولا نكمل؟ حابين كمان ايوه نشوف نماذج. لا اكيد خلينا. حابين نشوف نماذج. طيب خلينا اغير بس الكاميرا بعد اذنكم. انا حبيت اول شيء اطلع اسلم عليكم، بعدين راح نغير الكاميرا حتى اقدر اصور الاقمشه بشكل احلى.
أنا آسف. تمام تمام طيب اللي راح انا سبحان الله راح كنت ناوي ابدي في اللي انت رسمتيه. شوفي احنا كيف متفقين، يعني انا وانت ست ابرع. آه ما شاء الله. انا اصلا كنت ناوي ابدي في هذا لان هو من البيسكس ومن الخامات الاساسيه. جميلة وداخله على صراحة. اي والكومبوزيشن طبعا 100% قطن بنتكلم هنا. كلرفول، ملون حلو. وانا اليوم مثل ما دائما نحرص انه نقول اعملوا كولكشنز واعملوا اشياء متراكبه متواصله مع بعضها. مثلا اليوم ذاك اليوم من عملنا الواي ام ماتش طلعنا هذا، طلعنا التل عشان نعمل قطعه مثلا من هذا وندخل فيها شويه من التل، او نعمل قطعه ثانيه من التل ككولكشن وندخل فيها شويه من القطن. بالضبط، هذه محاورنا اليوم، انه نحن ايش الخامات اللي ممكن ندمجها مع بعض لموديلات الاطفال. بالضبط. يعني شفتي اليوم مثلا انا معايا القطن الابيض، معايا القطن المشجر، معايا التل. الحين هذه من 3 خامات انا بقدر اطلع كولكشن كامل للاطفال صحيح. من غير ما اخبص الدنيا، من غير ما ازود اسوي زحمة. وبالافكار بسويها بشكل هيك بتكون معي سمبل وحلوة. طيب هو الأفضل كمان نحن في الأطفال ما نكثر يمكن أقمشة. تقريبا حدنا في الأقمشة، ممكن أستاذ ياسر حسب خبرتك كم ممكن قماش ندمجه لسنين أطفال؟ في قطعة واحدة ماكسيمم 2، ما بنقدر نزود أكثر. في قطعة واحدة لازم ما 2، يكون أكثر. ما يكون أكثر، بيكون زحمة والطفل يريد يتحرك براحته ويلعب ويروح ويجي، فبيكون صعب يعني. صح كمان أكيد. بكمل لك القطن كمان بنعطيهم ممكن خامات زي هيك. هذه كانت مجموعة يعني نقدر نستعملها في لو نكمل في القطن. بنستعمل هاي الخامات المطرزة، ممكن ندمجهم ألوان مع بعض في تصميم واحد وممكن جميل. لحالهم. شفتي كيف مثلا أنا أدخل 3 ألوان، إذا دخلت من هنا مثلا 3 في تصميم واحد 3 ألوان عادي يتحمل، لأن أنا في نفس الخامة ما طلعت يعني في نفس الوزن كلهم صح، يعني. هذه من الأساليب كمان. صحيح. هاي من الأساليب، من 3 حتى لو 2 أو 3 في نفس القطعة عملت نظام طبقات. بيطلع معي حلو، دخلته مع التوب ابيض طلع معي حلو. جميل. كمان بندخل في الاقطان. طبعا انا الاسئله عندك في الأقطان استبرا أكثر انا شيء مستخدم. اي لا بس راح كمان راح نجي على اشياء ثانيه غير الاقطان، لانه هو اللعبه المنافسه قويه واحنا نريد نتغلب على المنافسه عن طريق نختار اقمشه جديده وغير مالوفه. راح ادخل عليها شوي شوي وراح احاول أشجع المصممين يدخلون عليها. هذه طبعا كمان بتكمل مجموعتنا لو ردنا بعدنا في نفس لو كانت هاي قطعتنا الأساسية بعدنا ممكن نستعمل القطن المطرز. جميل. يعني نحن نريد نطلع الأطفال أو أقمشة الأطفال من الدببة والصور والأشياء اللي تجيبها الماركات اللي تبيع بكميات كبيرة وأسعار رخيصة ما راح نقدر ننافسها. يعني احنا لو جبنا نطبع رسمات معينة لديزني أو لأي من الشخصيات الكرتونية ما نقدر ننافس السوق، لأن الماركات الكبيرة مو مقصرة في هالموضوع يعني. صح بالضبط، ما حيكون في تميز. لا راح أتميز إنه أستعمل خامة مميزة. يعني هالخامة مثلا أنا شريتها لبنتي لرمضان من مصممة بحرينية. كانت طبعا مستحيل حد يتخيل هذا الأطفال، بنتي الله يحفظ بناتكم صح. 7 سنين عمرها، عملتها جلابية رمضانية أخذتها من عندها. يعني كان طالع كثير حلو يعني وما حد يتخيل إنه هذا يروح للأطفال. الخامة قطن وفي شوية جكار مع شوية بليسيه هيك شيء بسيط. وكيف كان التصميم للقطعة؟ لأن التصميم الخامة هي لوحدها تصميم. ايه التصميم كان بسيط يعني نظام جلابية رمضانية. ببعث لك الصورة ان شاء الله لبنتي بعدين على الخاص. ببعث لك الصورة تشوفيها. تمام إن شاء الله. ايه فكان مثل ما حضرتك قلتي الخامة بسيطة، الخامة يعني معقدة فالتصميم لازم يكون بسيط. بالضبط، ايه مثل ما انت قلتي. جدا كمان رائع. كمان اقطان بعدنا في القطن، هذه بعد لطيفة.
هلا هاي للأعمار الصغيرة ما هذه تنفع، كلها لأن أقطان صحيح؟ هاي كلها أقطان. أي هذه لأن الدائرة شوية كبيرة، فما راح تنفع معانا للأعمار تحت الستة، لازم شوية البنوتة تكون كبيرة، لأن القطعة، لأن الدائرة كبيرة شوية، شفتي كيف؟ إيه صح، عشان يكون فعش الموديل يبان في القطعة. أحسنتي، ويكون نوع من التناسق يعني بين حجم الديزاين وحجم الطفل يعني. النت يمكن علق شوي. أستاذ ياسر معانا، بالنسبة يسألوا عن البرنامج، البرنامج اسمه Procreate، هتلقوا عنه دورات مجانية في قناتي على التليجرام، تقدروا تشوفوها من خلال الرابط موجود في البايو. أستاذ ياسر يمكن صوتي لا يا أستاذ ياسر صوتك مش موجود، الصوت ما هو موجود. طيب ما هي مشكلة، راح نسوي دعوة مرة ثانية لأستاذ ياسر. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام أيوة، ورحمة الله. أنا آسف. لا لا أكيد ما في مشكلة. طيب، راح أنتقل لخامة ثانية أفخم بعد شوية، خليني أفخم الموضوع أكثر. هيك ستايل من البراندات الكبيرة كانوا يستعملوه دولتشي جابانا، في بعض كثير من الناس ما يحبون الأسود والأبيض للأطفال، لكن هو راقي جدا، خصوصا لما نجي ندخل معاه شوية دانتيل أيوة جميل، أبيض، أو لفساتين مناسبات كمان، ممكن حتى في الأعياد. بالضبط بالضبط، فبندخل معاه هذا على بينك فاتح، بس لو عندي بعد أبيض على غير شيء بجيب لكم إياه بعدين، بس لو ندخل معاه مثلا دانتيل على الأب أو على من تحت أو أطراف، بيطلع معانا فخم. هذا من الأساسيات يعني، لو نريد نعمل براند للأطفال حقيقي وراقي، نستعمل أقمشة بمستوى أعلى صح عشان ننافس يعني. طبعا التصميم الترسيمي روعة ست أبرار ما شاء الله. تسلم استاذ. طيب، في طبعا حجمين ممكن نستعمل ميكس بيناتهم، أو نستعمل لحالة بيكون بعد أرقى، هذا الحجم وهذا الحجم، هذول حجمين عندكم. حلو أي، وفي حلو جدا. بعض المصممين يحبون يعملون أكشن شوية أكثر، بيدخلون البولكا دوت مع المشجر. طبعا هذا المشجر شوي كبير، أيوة فيحتاج ممكن للسن الأكبر. ايه للسن الاكبر، هذا للاعمار السنيه الاكبر طبعا شويه، عشان يبان في تنوره كبيره، يبان في قطعه ثانيه، وكمان يدخل معانا مع التول اللي استخدمناه في البدايه ومع البياضات، بيطلع معانا بعد كولكشن حلو لمثلا العيد او موسم الصيف. جميل. فهي الخامه طبعا لا هي تفته ولا هي جكار، هي خامه تشبه التفته بس مطفيه يعني، تماما مطفيه هيك شكلها. تمام. طيب، بعد من الأقمشة اللي كثير تستخدم
موضة الأطفال التلات ولواحقها، يعني التل حلو للأطفال لأن هيك بيسوي طبقات، بيكون بعض الأحيان شوية منفش نافش، ايوه يحبوه يعطيهم اجواء الاطفال صح. فوليوم يحبوه. في منه طبعا السادة، وفي منه اللي فيه ديزاينات، الحين هذا اللي فيه شوية ديزاين بسيط، والأساسي طبعا السادة في كل ألوانه موجود. جميل. هنا بعد ممكن المصمم يلعب بالألوان، يعمل طبقات، يعمل حركات، يعمل لايرينج، ايوه صح. يعمل ثلاث طبقات، كل ما زود طبقات كل ما طلع لفوليوم أكثر، وبيعطيه فخامة للتصميم أكثر، وبيصير ينافس أكثر، ما يتحمل شك وتطريز الأطفال، يعني حتى لو شكيته يكون شيء بسيط جدا، لأنه وناعم صح أستاذ ياسر، نفس وناعم. الخامة ناعمة، أحسنتي، ناعمة، ناعمة مريحة وحتى لو كانت للتطريزات، طبقات حتعطي ايوه حتعطي منظر جميل للطفل. تعطي اي بالضبط بالضبط بالضبط. كمان من الاشياء اللي مهمه، مثل اللي من عائله التل والدانتيل، الدانتيل اللي يجي شبيه الدانتيل الفرنسي، اللي يكون ناعم ومنسدل بهالشكل هذا، هذا كمان بيطلع حلو معانا، مصممين الاطفال ياخذوه من عندنا. ايوه مره رهيب هذا، يعني يطلع فيه موديلات جدا ناعم ايه وراقي و... للطفل، ها وكمان ها يعني يقدر يستهلكها. انت قلتيها الحين الكلمه الصح، راقيه، وهذا اللي ندور عليه، ندور على الرقي في الاطفال، ما نريد نلبسهم اشياء هيك بس لغرض ومن اللبس، لبسه واحده وحتترمي كمان يعني لا لا، ممكن. نريد نطلع لهم شيء بيلبس معاهم فتره طويله ويطلع حلو، عشان اليوم الزبون يدفع فلوس يشتري قطعه، لازم القطعه يكون متعوب عليها من الفخامه والتصميم والتنفيذ. لازم. فهاي مع التفتة دخلت هذا لكم شيء اياها، مهم. مع التفتة المطفية احسنتي، او مع تول سادة، او مع اورجانزا سادة، كثير نقدر ندخلها مع كثير اشياء. والقصة الاوف وايت، يعني هتعرفون هذه مع الشرايط، مع شيء بسيط، خلاص سمبل، ما يحتاج لها شغل بعد، هيك تطلع حلوة، بالضبط تطلع بالضبط، حلوة لحالها، فقط تطلع بطانة اليجنت، بسيطة. وتنافس الماركة على فكرة، تنافس البراند يعني وبقوة، صحيح. اللي يبيعون لنا البراندات ما يختلف كثير كجودة الخامات أو شيء، ما يختلف أبدا عن هذول الأشياء. كمان هذا عندك على دانتيل، كمان الألوان هيك باستيلية حلوة، جدا روعة، الألوان ناعمة بصراحة. يعني أنا الألوان لما رحت الرياض شفت قابلتي جميلة ستنو نورة طبعا مندوبة وجزاك الله شركة خير. ياسر أيوة أكيد، فبس أيوة حابة أقول للناس إنه الأقمشة يعني لما تشوفوها شيء وفي الواقع شيء جميل جدا. يعني بصراحة التصوير والصور جدا ظالمة الأقمشة وما هي مبينتها بكمية الرقي اللي في القماش، يعني سواء ملمس أو طريقة الخامة جدا رائعة بصراحة، يعني شهادة حقيقي شيء كبيرة، جدا مشعوب الله عليه. يسلمك، شهادة كبيرة من أستاذة راقية مثل حضرتك، يعني شهادة كبيرة من حضرتك والله، ومسينا على الله نور، يعطيك. أظن نور معانا في اللايف طبعا، مساء الخير عليها وعلى الكل، أنا حياكم كأني الله. شفتها. أيوة مساء الخير. يعطيها تمام تمام العافية أكيد. يعافيك. طيب، كمان بنكمل في العائلة هذه، في تل عملناه كمان، مو بكل الالوان تركب للبيبيز او للاطفال، هذه اللون مثلا النود والاوف وايت من الالوان القويه، هو اصلا معمول بليسيه لحاله، فبيطلع فساتين فيها شويه زن، فساتين شويه تحتاج بس شيء ناعم. فلو مثلا ردتي تعملين كولكشن كله دانتيلات وتلات، فانا اعطيكي نفس التونات، بتحاولين تشتغلين كولكشن كله اوف وايت، تحاولين تشتغلين كولكشن كله نودات، بنحاول هو هذا الجميل. بنبقى في الفاميلي تون نفسها، ما بنطلع كثير يعني. بالضبط. هذه بالنسبة تمام. للأقمشة التل. اي هذه كلها كنا في التلات، الحين راح نطلع بعد، هذا كمان كان في التل، كمان الوان بارده وهادي طيب ونعومي. أستاذ ياسر، إيش أكثر الألوان اللي ممكن تكون مطلوبة في هذه الفئة، فئة الأطفال أكثر طلب عليها وين؟
الاكثر يعني انا لاحس الاكثر مبيعا الالوان الهاديه، الالوان اذا تتكلمين بالرقي، ونحن نشوف السوق الطبقه مالتنا في السوق وين، نتكلم في الالوان الهاديه، او نروح مثلا للابيض لو او نريد نروح كثير نسوي راقي جدا الاسود بالابيض، يعني يصير على مستوى دولتش جابانا وهالاشياء. اما لا بشكل عام هي الالوان الفاتحه، النودات، الباستيلات، السماويات، هالدرجات الفاتحة هي أكثر شيء تشتغل بالنسبة لهم. حلو. أي كان في وهل شيء بعد؟ في أقمشة، نعم أيوة تمام، تفضلي تفضلي هل تفضلي في تفضلي. أقمشة ممكن نحن أقمشة ممكن نتجنبها للأطفال؟ أنا أحس نخلي السقف مفتوح للمصممين للانطلاق، بس نبتعد عن الباترنز او الديزاينات الكبيره الحجم مثل ما قلنا، والاقمشه أيوة ما المريحه للجلد، يعني ما نريد نخلي لهم طبقات كثيره من البطاين والاشياء عشان يرتاحون، يعني مش مثلنا هم الاطفال، فبنحاول بس هيك يعني ما اريد احددهم يعني بكثير انواع، اقول لهم هاي لا وهاي لا وهاي لا، لا خلوا الباب مفتوح لكم لابداعكم، بس هاي النقاط الاساسيه انه احس لازم نركز عليها. أيوة، هو الواحد يمسك الأشياء الأساسية وبعدها يبحر في الإبداع أكيد. ايه لو جينا ونقول هذا غلط وهذا ما يصح وهذا ما يصير، ما راح تتطور المواضيع، يعني احنا نريد بس نطور نصعد لقدام وناخذ مخاطرات. يعني يعني الحين انا هذا مثلا تتفرجون عليه من العيد، اورجانزا، الباترن ماله مسحوم نوعا ما، بس جديد. هو لان تاي داي الطباعه مالته كانما مموج تاي داي مع شويه ورد، مو باين كثير، فمو باين انه زحمه او شيء، ولا في شويه لمعه بسيطه، فبيطلع معي فساتين حلوه للعيد ايه هذه. كفستان خلاص سادة. ايه ما بتعب المصممين احنا في التصاميم، خلاص انه بنسهل عليهم. هذا يمكن اكبر، شوف الباترن هنا أنا صار شوي اكبر، افضل الاول اكثر بالنسبه للاطفال اكثر من هو هذا. كل ما كبر السن وكان الطول أكثر ممكن يعني ناخذ أو نتجرأ في اختيار أحسنتي النقوشات الكبيرة. أحسنتي، يعني أنا من هذول الثلاثة أفضل هذا بس للأطفال من هذولاك، ما بفضل الكبير أبدا، إيه ما بيطلع حلو. طبعا في نقاشات كثير هنا على الشات، أنا مو قادر نعتذر أشوف لو ما هاي. قاعدين نرد بالضبط، وأنا إيه كم قاعد مركزة في الرسم، فأي سؤال أو استفسار ممكن تكتبونه هو تحت في خانة الأسئلة. تمام. هذه كمان من القطع اللي الأورجانزا البليسي البليسير عملنا، اي عملنا عليها روعة. مسابقة لتصميم الأطفال، وفازت فيها مصممة من المغرب الله يذكرها بالخير اسمها غزلان، صممت منا قطع كثير حلوة، وفازت ما هي شاء الله. بالمسابقة وسلمناها الأقمشة. طبعا في ألوان أكثر بس الألوان مش للأطفال، هذا اللون أكثر شيء للأطفال من عندهم. وفي شيء كمان سؤال مرة مهم وأكيد يعني يجي في بال الكل، هل نقدر نستخدم أقمشة الناس الكبار أو الفئة العمرية الكبيرة كمان نفس أقمشة ممكن نستخدمها للأطفال أو اي من انا 6 لـ9؟ نعم حلو، سؤال كثير كثير حلو. احنا اليوم لو ردنا نطلع كولكشن قوي بقدر استعمل اقمشه الكبار، لكن اكون ذكي في استخدام الخامه مثل المعايير، نمشي على المعايير اللي قلناها قبل شويه، موضوع الخامه وموضوع النقشه. الحين اليوم كثير براندات يعني بيستعملون نفس الاقمشه، تشوفين الكولكشن مثلا سبرينج سمر لو طلع نفسه بالكيدز نفسه بالكبار موجود. اولا ممكن حلوه الفكره بعد الام تلبس مع بنتها، يعني كثير لطيفه أي الفكره هذه كثير الفكرة طالع فيها. وموجوده يعني مطبقه وحلوه، فلازم استعمل لهم نفس الخامه، يعني نفس القماش اللي استعمله لهم. صح، بالعكس شيء حلو احس يعني بيطلع شيء إذا حلو. طبق بطريقة جميلة فحيكون أكيد شيء مميز. بالضبط بالضبط بالضبط، هذه بعد من الاورجانزات الاساسيه، الاورجانزا يحبوها مصممين في ملابس الاطفال ايضا، بتجي واقفه وبتخدمهم في التصاميم، ومثل ما قلنا الموديلات النافشه بتحتاج هالخامات، بتحتاج الخامه تكون شوي واقفه. هذه كانت الاورجانزا الساده وهي من الاساسيات طبعا. وفي سؤال بالنسبة للبطانة تبع الفستان الأطفال، هل ايوه في بطانة محددة للموضوع هذا أو لا؟
ايه البطاين يعني احنا بالكبار بعض المصممين بيسترخصون يعني، بس مع الاطفال ايه ما لازم ما يسترخصون، لان الموضوع حساس يعني، خصوصا ما نعرف بعضهم من عندهم حساسيه تجاه بعض الانواع الرديئه للبطاين. ففي بطاين تكون اسيتيت او تكون نوعيتها جدا فخمه ممكن نستعملها، وفي ناس يستعملون الفوال او القطن الخفيف جدا، ما بيكون غالي بس بنفس الوقت هو مادة طبيعية ممكن يستخدمه، ما يأذي البشرة ما يأذي الجلد يعني. صح، مهم ايه نشوف خواص الأقمشة. او هذا موضوع الخواص مهم جدا. طيب من الاشياء وبحر بعد كمان. بحر كبير، راح نعدي شوية على بليسيهات ما كثير لان للاطفال صعب احس البليسيه، بس في شوية حركات راح نمر عليها للاطفال في البليسيه لان هو ترند ولازم شوي بعد نلبسهم على الترند. جميل اللون ايه الأطفال، يعني أحس اها حتى الأطفال هم حيختاروا بنفسهم، طبعا والله صحيح. جاي على ألوان الطيف وكذا. ايه سبرينج سمر، هذا تحسي الوان الطيف صحيح مثل ما قلتي. جميل جدا. في هيك وفي هاي، بس هاي شوي الباترن كبير شوي كبير. هذاك بيكون أفضل لو أدخله مع تولات أو مع شيفون سادة بنفس الدرجات، بيطلع أقدر معي أدمج، صحيح. إيه بدمج مع لون ماكسيموم لون واحد بندمج، ما بنروح زيادة بيطلع حلو. جميل طيب جدا. في شيء هنا عملناه؟ في نعم ضجة على ال في ضجة على الشات إنه هم يبغوا يشتروا بالمتر، لأنه ايوه معروف عند سكرتيس ومياسة إنه لازم بالطاقة. ف ايوه ما في حتى يعني شيء كذا على قدام ممكن الناس تشتري بالمتر، أو راح يكون اخلي لكم فرع عندنا في السعودية مثلا كمحل. راح اخلي يا ريت ست نور تخلي رقم تليفونها في شيء للمصممات اللي توهم بادين عاملين فكره للديزاينر، اسم شيء اسمه ديزاينرز باكج يعني، فشي دعم للمصممات، في شيء ممكن هي تساعدهم فيه بس مو بالمتر شوي اكثر بس مش طاقه. التفاصيل عند ست نور، جميل. اللي يريد يتواصل معها يا ريت ان شاء الله تكون معانا، تخلي رقمها للناس اللي ما يعرفوها وما متواصلين معاها قبل. تمام. ففي ان شاء الله ممكن تساعدكم هي، اما نحن من إن كمكتبنا شاء في الله. دبي مكتبنا الرئيسي او مكاتبنا الثانيه لا ما يبيعون، بس نحن نظرا للتواصل لكثير ناس من طرف ست ابرار يعني نحاول نرتب لكم شيء مع ست نور، قاعدين نحاول نرتب شيء ان إن شاء شاء الله. الله بإذن الله. يعطيكم العافية، أكيد شاكرين يعافيك جهودكم. انت عزيزه وغاليه، ست تسلم. ابرار عزيزه وغاليه والله. طيب اللي بدنا نتفرج عليه طبعا ما يناسب الاطفال الصغار بس شويه اكبر بالعمر، لان الباترن كثير مميز يعني. مرة مرة جميل، يعني هذا خلاص، هذا لوحده انتهى. تعرفين هذا جميل فستان هيك جدا. فستان ميدي وخلاص يعني، ما بي قصه يعني، هيك اي لاين مثلا او شيء، عندك هذا اللون وعندك هذا اللون. الذهبي يمكن صعب للاطفال ما بعرف، ممكن فيها اللون وفيها اللون بعد النود. وهذا تطريز بالخيط الواضح ولا طبعة ولا لا مو هذا باين من كثير؟ هاي هسه اقربه، هذا كله جكار، هو باين كانما تطريز بس هو كله جكار يعني، شفتي كيف؟ اي منه رهيب، منه منه في فيه بس بروز. مش بارز، اي في بروز تحسين الطير موجود. طيب جميل جدا. من هالافكار بعد ممكن، طيب خلينا نروح على الأشياء المشمولة بالنسبة بما بعدين. أننا دخلنا في النقوشات، بالنسبة للأطفال نحن نفضل دائما، وقد سبق ذكر الموضوع هذا، إنه النقوشات الكبيرة تكون للسن الأكبر والنقوشات الصغيرة تكون للسن الأقل. فالآن بالضبط. قاعدين نشوف نماذج للنقوش الكبيرة. إيه. هذه تنفع، ممكن نقول لي 9 سنين وفوق شوية، يكون إيه. فيهم طول أكثر، إيه. لحد ال 13 ونتجنب لحد حكاية السؤال. ايه لحد 13 سنة تقريبا. نتجنب شو عفوا؟ نتجنب الزخارف الكبيرة للسن ايوه الصغير، صح لأنه حيضيع صح في الموديل وحيبان شيء غلط. والله صح، احسنتي احسنتي احسنتي، بيطلع غلط وما يطلع شيء منافس يعني ابدا.
احنا نريد براندات عربية تنافس الأجنبي، وأنا دا أشوف ما ناس ما شاء الله عليهم مبدعين. لا ما شاء الله بدأوا أم إيه ما شاء الله. تمام، هذا كمان مدخل لكم إياه مع سادة في جميل. حال إنه أردتوا تدخلون. والوردة فيها صغير ووسط بهالشكل كقياساتها. حلو، حلوة مرة، هذه منها ألوان. منها الوان السماوي والنود، الاسود راح الاسود كمان، على الاسود كمان على فكره بيكون فخم. يعني انا اشوف براندات للاطفال ينزلون اسود مع شويه احمر طلع حلو، مع شويه فوشيه طلع حلو. بس احنا يمكن مرة حلو. يعني مجتمعاتنا ما يحبون كثير الاسود لحال الاطفال، ما بعرف. ايوه وممكن أصلا نفس الخامة تستخدم للكبار، يعني زي ما ذكرنا أنه الخامة تنفع احسنتي لهنا ولهنا. أحسنتي. هاي طبعا بعد من ال... هاي ال... نعم هذه جدا رائعة، هذه هذه بس بعد طرف صح تستعمل، أستاذ ياسر؟ هذه بس طرف من فوق كلها سادة. فالفكرة إنه تكون الفستان يكون من فوق سادة ومن تحت بس هاي الحافة. طبعا هاي كمان بين مثلا 12 سنة وشوي فوق، على أساس بس تكون شكل الفستان بهالشكل ستريت أو أي جدا لاين جميل. وخلاص، لأن فيها الطيور فيلبسوها الناس، يعني عادي بالنسبة للأطفال حلوة. طيب في بعض المصممين بيعملون أشياء مجنونة. يعني عندي كان ديزاينر في تركيا، صح شباب سوريين بتركيا عندهم براند بيعملون أشياء زي كذا. هذه بعد بتجي واقفة وبيحبوها الأطفال لأنها تطلع صوت. صح سوري. هي مثل الورق، يعني هي خفيفة. اسمعي إيه جدا خفيفة صح، وناعمة من الخلف صح أستاذ ناعمة ياسر، ناعمة، ايه هي خام، من هنا بس تحسيه هي قطاط، الشكل إيه. لكن هو خام قماش يعني عادي. ففي بعض البراندات اذا انت حسب وين تبدين تاخذين براندك، يعني اذا تبدين تاخذين هيك اشياء. الحمد لله. الحمد لله. إذا تريدين تاخذين، يهديك ويصلح بالكم إن شاء الله. إذا تريدين تاخذين البراند مالك هيك أشياء ممكن. على فكرة هاي جاكيتات، إذا تبغى شيء غريب. أي جاكيتات أوتر وير، يعني ملابس لهيك لشي برا تلبسوه أون توب أوف ثينجز، كثير بيها تطلع حركات. حتى زارا كان يستعمل هيك أشياء للأطفال. صح ممكن يكون في القسم العلوي أكثر من اللي تحت، لأنه في تحت حيكون حركة وممكن يكون حتى مزعج أحيانا، فمن فوق أحسنتي حيكون حلوة كجاكيت، كنص قطعة، ممكن كإضافة كمان. أحسنتي أحسنتي إضافة أي الألوان بتعطينا فخامة للأشوف. الحين هذه الأورنجات مع بالضبط، البينكات هذه بيتحرك، غريبة جدا. وهذا الليمون وجاي تمام وجاته على الموضات، وهذا اللون الثاني. يعني هاي مع قطع مع لون أبيض، يعني الحين هذا تقولي لي مع أبيض مثلا ما يطلع حلو، مثلا إذا نشوفه الحين بيطلع فخم. لا بيطلع حلو. هذا القماش ايش اسمه؟ الكل قاعد يسأل هنا. هذا احنا نسميه هو مثل القرطاس فعليا، يعني بس هو خام، بس هو احنا نشبهه بالقرطاس، هو او نوع من التفت الخفيف جدا كانه ورق. في كثير براندات برا بالعالم لبسوا هيك اقمشه تحسوها تفته، لكن هي وايد وايد خفيفه. فهي هي الصراحه هي هاي اي خامتها. يعني جدا شوفوا خفيفة. خفتها، كم وزنها تقريبا؟ بقول لك وزنها او هياتها 60 غرام للمتر، 60 غرام بير متر، جدا يعني خفيفة اوه هوا 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 هوا، وما طبعا صح، ما تشوف. جدا جدا ايوه ومن جوا هنا من منها الداخل مريحة. هذه بعد هيك ناعمة. حلزونات، فعندكم السادة وعندكم الباستيل وعندكم الحلزونات. في مجموعة بصراحة، في مجموعة، لأن وكيف هاي احنا ممكن تكون في الخياطة أستاذ ياسر؟ هنا البنات يسألوا إنه هل حتكون صعبة في الخياطة أو سهلة؟ أنا أتوقع من لا الخلفية اللي شفتها قبل شوية إنها سهلة خياطتها. ايه هي هاي الفكرة. لو كنا جايبيه بس الطبقة الخارجية كذا وتركنا حتكون المصممين صعبة. كان تاهوا في القص. كان الحين لو هو ورق عادي كان ما اقدر اقصه انا، كان يجي في ايدي بسهولة، كان ينقص بسهولة. شوفي
وين الكاميرا؟ ايوه شوفي، كان انقص في ايدي له قرطاس، لكن هو خام حاله حال الخام العادي، شوفي كيف. ايوه الخلف قماش. احسنتي احسنتي. والعادة احنا نخيط اصلا من الخلف، فحيكون الخياطة جدا مرنة وسهلة. احنا في اصعب من هذا، اللي هو اللي هو بيكون زي البلاستيك، زي بلاستيك، هذا هذا يحتاج له بلاستيك، ابر خاصة. بس هذا بعد قفاه اورجنزا، ما هي هاي اللعبه، انه هو هذا هذا اللي تقولين عليه ابو الابر الخاصه عندي، لكن هذا مثلا نحن عاملين على ارضيه اورجنزا، هاي من تمسكيها من هنا تحسين ماسكه خام برضو ايوه نفس الشيء، طبقه خارجيه بس الوجه. ابداع. ايوه شفتي كيف، كمان بتعطي تاتشز، يعني بتعطي فخامه للقطع، يعني هاي اذا حد يريد اورجنزا بس بشكل جديد ومختلف. بنعطيه هاي مثلا، هاي اللون الثاني بندخلها مع اورنج، هذه بندخلها مع اوف وايت او مع نودات، بتطلع حلوه. وهذه ممكن يعني نحط لها بطانة فاتحة، فحتبان فيها الشغل أكثر. حتبان بالضبط بالضبط بالضبط. من التفتات بعد راح اعرض لكم شيء، من التفتات ممكن يطلع حلو كتاتش، هذا بالفلاش، هذا من الخامات هيك مميزه، لما تاخذوا له صوره الطفل بيفرح على هالاشياء، لما تاخذوا له صوره مع فلاش بيطلع معاكم بهالشكل، يعني حلو. هو هيك هو هيك، الحين بدك تشوفوا انتوا لونه اي بنفسجي عرفت، على هذا زي النون، انيون. النيون. ايوه نيون، ايه احسنتي، بس هذا هو هيك، بس لما اصوره فيديو مع فلاش بيظهر عندي في الفيديو بهالشكل. روعة. ايه فهذا ممكن كامل وممكن تدخيل، يعني ممكن ابني كولكشن كامل على على هالكونسبت هذا، بدخل بجيب مثلا تفته يعني خفيفه. حتى أنا جا في بالي ممكن يكون كوليكشن لحفلة، تخرج أطفال، يعني حيكون شكلهم في المسرح وهم يعني متخرجين لابسين زي صح بعض صح مع صح التصوير، يعني ممكن حتى يسوي عروض حلوة وقت اي التخرج. لا لا احسنتي، فكره كثير حلوه، فكرتك ما شاء الله عليك، والله حلوه، حبيت الفكره والله. كثير حلوه الفكره. جميل جدا القماش. فهاي يعني اخو مش للاطفال، يعني تعطينا حريه في الحركه اكثر، لان احنا الكبار بنقول لا وعيب وكيف انا البس هيك والمجتمع ما يتقبل، في لا قيود صحيح. عند الاطفال نحن بننطلق، يعني بننطلق بكثير اشياء، ما في عندنا التحديدات اللي يحددونا فيها في ناس الكبار. يسألوا إيش ممكن يكون أقمشة تنفع للشورت، للشورتات وللتيشيرتات، عفوا للتيشيرت. إيه للتيشيرتات جاي، احنا بصراحة الأقطان أكثر. الاكتان، بس احنا عاملين كولكشن كامل احنا نسميه الاكتيف وير، الملابس المريحة اكثر، التي شيرت الشورت، حلو. المخامات اللي فيها شوية استرتش، اقطان باوزان متفاوتة، يعني راح تطلع قريبا، وانت اول الناس راح اخبركم عنها، وراح نعمل لايف خاص للتي شيرتات وللملابس جميل الرياضية والملابس المريحة، وهالاشياء روعة، عاملين عليها تركيز كبير. مهم ايه جدا. وكمان التوجه لها كبير حاليا، الناس صارت يعني تبغى الشيء العملي، يعني في الدوامات، في المجامع مثلا كبنات يبغوا الشيء المريح العملي، وكمان يكون في فكرة في نفس الوقت، احسنتي 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 فأتوقع يكون لها صدى جدا قوي. صح صحيح. انا عندنا اشياء بعد عمليه بس ما تنفع للاطفال، فما اريد الخبط المواضيع، بس كتي شيرت او قماش قطنيات هيك مريح بيكون عندنا ان شاء الله، بعدين بنعمل عليه حلقه كامله يعني. إن شاء الله أكيد. وفي صح واحدة تبغى أقمشة للعبايات، كمان إن شاء الله الله، حيكون في حلقة خاصة على العبايات بإذن الله. اتصور الشهر الجاي راح نعمل عبايات، ما بعرف ان شاء الله راح نحاول. تمام خلاص بإذن الله، من الآن يصير موضوعنا الشهر الجاي العبايات. يدللون يدللون عندهم بعد، إن شاء الله لو في بإذن اي الله. اسئله بناخذها ان شاء الله. زين ما اكمل أكيد لكم أي شوي سؤال خامات. واستفسار تقدروا تتواصلوا معايا خاص، ونرتبها مع بعض أنا وأستاذ ياسر إن شاء الله. والله على الراس والعين، على الراس والعين، تدللون. هذه كمان كان المفروض اعرضها في البدايه مع خامات القطنيه، هاي الأقطان الخامات ايه الخامه هاي لينن مع، ألوانها حلوة. ايوه الوان خاماتها لينن مع فيسكوس مع بعض ميكس،
وعامل جميل. لك معاها، وعامل لك معاها نكهة واحدة من يعني ديزاين عشان ممكن نعمل كولكشن. ايوه يعني حلوة جميل جدا. مع الابيض حلوة. اللي يسأل كيف يوصل الأقمشة أستاذ ياسر، أنا حطيت بين على رقم المندوبة نور فواز يعطيها العافية في الرياض، ممكن تتواصلوا معاها وتوافيكم بالأقمشة ونماذج منها. ايوه ما تقصر معاكم ست نور، وخصوصا كل متابعين ست ابرار على عيننا وعلى راسنا من فوق، توصية خاصة عليها نور، دير بالك عليهم تسلم الجماعة. تسلم، شكرا. الله يسعدك. في كمان نور تبغى أقمشة للأولاد مو بس للبنات. والله يدللون الاولاد والله على العين والراس. ايه صحيح، احنا حملنا الاولاد بصراحة ما لحقنا يعني نتكلم عليهم. بس جاينا مع اللي جاي بعدين اللي هي الأقطان، ممكن تكون للقميص أو شوية فيها نقش بسيط، زراقات، كروهات، إيه كاروهات، حتى منقط ممكن ينفع للأطفال للأولاد عفوا. إيه بالتصنيع بالمنقط لازم ناعم، يعني نقطة خفيفة أو نقطة بسيطة. صح، الأولاد يعتذرون منا، راح نعتذر منكم، راح نسوي لكم لايف بس أولاد خلال يمكن مو الحين مو خلاص قريب يعني نسوي أولاد بعد ورجال. بالعبايات. إيه والرجال نفس إيه، نفس الوقت. أيوة، الرجال إذا كان في في مجال. إبداع. إيه لا الرجال في إبداع، الرجال أنا بننطلق فيه لأنه في خامات تنفع للرجال بشكل ما تتخيليه ست أبرار. يعني كثير اشتغلت مع ديزاينرز من لبنان يشتوون ما شاء أشياء الله، للرجال ما تتخيليها، وكنديين وأجانب بعد نشتغل معاهم في الرجالي بشكل مختلف جميل. تماما. إيه فإن شاء الله نعمل حلقة طبعا عن الشباب. أكيد متحمسين لكل موضوع من موضوعات الله شركة يسلمك، ياسر مياسر. البركة فيك والله، البركة فيك عزيزة وغالية. يعطيك العافية. طيب في بعد شيء عندنا أسئلة أو شيء؟ لا ما عندنا، أظن أنا تقريبا خلصت كل شيء، عرضت بعد في وايد أشياء بس ما بدي ندوخكم يعني. جميل جدا. الله يخليك. بصراحة الأقمشة كلها انعرضت رائعة، وتقريبا كذا المحاور اللي احنا كانت في بالنا شبه غطيناها، وننتظر ايوه أسئلة الموجودين معانا إذا كان في أي سؤال أو استفسار، لأنه باقي ربع ساعة وينتهي وقت البث، ان شاء فإذا في الله، أي سؤال تفضلوا. الله يسعدكم جميعا وبخدمتكم على طول. ايوه الكل يبغى للأولاد. والله حاضرين، والله حاضرين يدللون اولاد، اولاد حاضرين نسوي لكم من الاولاد لايف خاص للاولاد، وعد من الشورت للتي شيرت للقميص، اعمل لكم مجموعه كامله. راح كيف ما اليوم طبقت لكم اياه، خليت لكم مثلا التل مع القطن، مع قطن ابيض، وسوينا مجموعات والدانتيل مع المنقط، يعني كيف ما سوينا الافكار اليوم، وعد مني اسوي نفس الافكار للشباب للاولاد يعني. يعطيك العافية. لأن الأقمشة لها يبغوا كلها في التصنيع. نعم عفوا تفضلي. إيش أسماء البطانات الخاصة بالأطفال؟ أيوة ممكن نستعمل القطن فويل، القطن الخفيف، أو بالسعودية يسموه الفوال. بوال. أيوة أي وفي كمان من للطرح نحن نستخدم البوال كمان للطرح، لطرح العباية. ممكن أيوة. أي أتصور كمان تستعملوه. وفي قماش اسمه الاسيتيت، هو من البطاين المعروفة كورية، كمان نوعيتها تكون جيدة بالنسبة كبطانة عادية. لكن اليوم لو أيوة. استعملنا الأقطان أو استعملنا هاي ما راح نحتاج البطاينة على فكرة، احنا راح نحتاجها لو استعملنا الدانتيل، التل، وبعض أنواع صحيح. التفتة، يعني بعض أنواع التفتة طبعا، اي أو الجكرات يعني ممكن حنحتاجها بصراحة. اي حلو، هذا جميل جدا، تم إجابة على البطانات. في واحدة كاتبة أنه تخصصها أطفال، نعم فهل في أقمشة لجلابيات الأطفال؟ اي شفتي اللي رويت لك اياه، كان القطن شوي واقف وفيه شوية جكار، هذا كان ممكن يطلع حلو. تحبين نطلعه مرة ثانية؟ حتى كمان اللي جا في بالي اللي بطرف، اللي طرفه كله ورود ومن فوق سادة، كمان ينفع احسنتي، يصير. اي الطرف ينفع للجلابية ايضا، خامته تفته وحلو للجلابية طبعا،
أحسنتي، كمان أنت فممكن حلو. كذا كذا قماش ينفع الجلابيات. صحيح، أي بالضبط، في كذا ديزاين ممكن ينفع. جميل جدا، فإن شاء الله بإذن الله مصممات في السعودية وخارج السعودية تكونوا استفدتوا من أقمشة الأطفال، خصوصا المتخصصين، لأنه دخلوا علي كثير ناس يقولوا يعني إحنا متخصصين أطفال وما عندنا خبرة كافية في الأقمشة، فإن شاء الله أيه اليوم يعني قدرنا نوضح أكبر قدر من الأقمشة. أكيد، واللي بعد محتاجين توضيح أكثر بيحجزون مواعيد زوم عن طريق ست نور. على الزوم بنعمل معاهم فيديو اتصال ممتاز، فيديو، وبنرويهم المجموعة مرة ثانية، وبنرويهم اختيارات أوسع بعد، يعني بنقدر نعطيهم أفكار جميل، أكثر، بنفهم معاهم، بيبعثوا لنا رسماتهم كيف ما حضرتك مثلا راسمة، بنحاول نطلع لهم خامات او اقمشه تناسب تصاميمهم. على فكره روعه تصميمك ست ابرار، روعه ما شاء الله. يعطيك العافية، تسلم، ايه ما شكرا. شاء الله ما شاء الله عليك. طيب كذا نقدر ننهي، أخذنا من وقتك كثير، يعطيك العافية أستاذ ياسر، انا بخدمتك وشكرا على جميع ست ابرار، المعلومات. الله يسعدك وتسامحينا من الله يعطيك القصور، العافية. واشكرك لا لا كثير، أكيد الشكر ما في الجزيل قصور. على الفرصه الحلوه هذه، تخلينا نلتقي بجمهور حضرتك. لك اسم كبير حضرتك، ومتابعينك ما شاء الله من كل مكان، واحنا ننتظر هذا البث الحمد لله، بفارغ شرف الصبر. لي، الله يسعدك. وأكيد إن شاء الله كل شهر لنا لقاء، ونتمنى إنه أي سؤال أو أي شيء حابين تعرفوه عن الأقمشة تتواصلوا معانا، سواء أنا أو أستاذ ياسر، وتقولنا إيش الموضوع أو إيش فئة الأقمشة اللي حابين تعرفوا عليها أكثر، وأكيد إن شاء الله نحاول يعني قد ما نقدر نطلعها ونوضحها في نغطيها. اللقاءات. صح، أنا بخدمتكم، بخدمتك ست أبرار. تسلم. بس ننهي بآخر سؤال نعم. عشان كذا خلاص نغطي. في واحدة سألة إيش الأقمشة اللي لازم نتجنبها من ناحية إنها تتلف بسرعة أو تتقطع مع حركة الأطفال؟ هل في أقمشة من هذا النوع اللي إيه إذا انتبهتي، أنا حاولت ما أطلع كثير دانتيلات اللي تصير فيها الغرز أيوه بارزة أو الفتحات كبيرة اللي تعلق مع مرات لبس الأطفال الذهب أو لبس الأشياء. فأنا كثير خامات ما تطرقت لها، يعني الشبك بأنواعه، بعض أنواع الجكار لو تشوفون فيه وتجربون تحسون خيوط بتطلع، يعني فما راح يناسب الأطفال للحركة. فبدك تعملين تستات، يعني شوية اختبارات قبل لا تمشين في الخامة، وتحاولين تتخيلين الطفل لابسها يعني وكيف يتحرك. تقريبا كل اللي عرفته وحسب الموديل ملائم كمان. وحسب الموديل. أغلب الأشياء لو ترجعون تشوفون البث راح تشوفون إنه أغلب الأشياء اللي طلعتها كانت صديقة للأطفال يعني. جميل جدا، وبإذن الله البث محفوظ لكل الناس اللي قاعدة تسأل. حنحاول أكيد بث زي كذا لازم ينحفظ قد ما نقدر، نحفظ هذه الأشياء القيمة. وشكرا لك أستاذ ياسر، يعطيكم العافية، وشكر كبير لشركة ياسر ومياسة على أفكارهم وإبداعهم اللي ما شاء شكرا الله تبارك لك، الله، يعني أنا كل لقاء أشوف إبداع أكثر من اللي قبله. الله يسعدك، يعطيكم العافية، شكرا. شهادة كبيرة أستاذتنا العزيزة ست أبرار، تحياتنا لك وشكرا جزيلا، تصبحون على ألف خير. أمان الله. يلا مع السلامة.